تليفون شو؟ ما بعرف لي متحطط جنبي فين ما لقيته وينه؟ تقلع حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ناقصني مجانين. هو تقلع علي يلا هاي راح دق لك ما بعرف اسألي حالك ريمو عامل لك ايه ريمو ريمو عامل لك ايه عامل لك ايه شو شك عامل لك التليفون ما عاد وصلي جيب لي تليفونك ما حطيت له فوق جنبي يلا انا ما حطيت شيء انت اللي حطيته فوق جنبي لا ما بتمزغ جيب لي التليفون طلع ضغطنا على الكرسي اجيب لي ما عم بوصل كمان ما عم بوصل وينه؟ بجرب الكرسي وهذا كله وما قدرت تجيبيه اعطيني التليفون ابغى تحكي معي لك تعي تعي شوي تعي شوي تعي يلا هذا انت هاي بيبي شو بحكي حيات ما في شيء والله تعرف حالك شو عامل حياتي شو بحكي زعلانة كمان لا ماني زعلانة قلت لك هدية يا انجل بيبي ايه. شو هي اول شيء شو بيبي انا كثير بحبك واشتقت لك وماني زعلانة منك ابدا هلا بتستاهلي بيبي ما بدك تحكي هون تعي نفتحي جوا امشي يلا تعي هاي والله الهدية بحياتك ما شفتي منك جد؟ شو هي؟ لك هدية بتشل عن جد حبيبي؟ يا حزرك شو فيها؟ شو فيها؟ أكيد هدية حلوة بتجنن يلا بجي لك بتصدقي إنه دورت عليها لك تركيا كلها تلحق إيه بيبي دخيل قلبك أنا والله ما في منها نادرة نادرة هالقطعة يعني بالزور لقيت منها حبيبي حمستني بدي أشوفها يلا روقي كله بصير يعني وجبات رح تتحمسي لك بتصدقي إنه كل محل أفوت علي اللي ما عندي منه ما عندي ولك لك حتى لك ما بعرف حسيت حالي عم دور على الماسي روقي يلا متحمسه؟ كثير مفتحة؟ يلا لك هي هديتك هي النادرة يلي فتت الدنيا كلها عليها لتجيبها لك موضوعنا مو نادرة موضوعنا انه فتلت التركية كلها تالا حتى جبت لك نمرة رجلك اذا خلت عود النادي حتى لقيت لك البيبي ما بتحكي معي لثلاث طب لك يوم كان احلى مشوار بعمري معك عن جد يا حبيبي اخي قلبك تستاهل كل خير ايه السلام عليكم عليكم السلام اهلا شلونك شلونك مرحبا اهلا وسهلا شو اخبارك؟ تسلمي علي ليش بيركي مو وافي؟ ما انا واقفه واقفه اه اسف اسف شرطك هادي حبيبتي كوني فارق روي امشي دمك امشي دمك صفوره صفوره مشي مشي